بص يا جماعه، بالنسبه للكورسات اللي احنا شغالين فيها، احنا شرحنا كورس الانتي بايوتيك 3 مرات، فمش هنعيده تاني قبل ما نشرح البكتيريال ايدنتيفيكيشن والسيستميك انفكشنز. طيب اللي عاوز يحضر كورس الانتي بايوتيكس دلوقتي، كورس الانتي بايوتيك موجود مسجل، واللي بيخش الكورس بياخد لينك التواصل معايا مباشره، في يسال في اي حاجه، وبيبعت الهوم وورك احنا بنطلبها كلها والاكتيفيتيز المطلوبه كلها منه، ونقاشات عادي جدا كانه هو حاضر الكورس لايف، ما بتفرقش اي حاجه. ومعاه هو تكون معاه الماده العلميه كامله والنوتس كامله وكل حاجه، فمش هيخسر حاجه. يعني انا بستغرب بصراحه في اصراركم على حته ان الكورس يكون لايف. الكورس المسجل موجود وفيه كل حاجه، يعني هتوصلك ان شاء الله كل حاجه، وممكن اي اسئله عندك انت تقدر لا، تروح هي دي تسأليها. كانت معلومة جديدة عليا، أنا ما كنتش أعرف إن هو فعلا في كورس متاح مسجل نفس اللي هو طيب الأساسيات بتاعة المايكرو. لا، موجود كورس الانتيبيوتيك نفسه كامل مسجل، كل المحاضرات وكل الورك شوبس وكل النقاشات اللي اتعملت. ولو عند حضرتك اي اسئله تقدري تسالي فيها بعد ما تذاكري، والامور طيب متيسره انا جدا اوريدي للتواصل اخدت معاك. اللي هو الكورس اللي هو بتاع البيزك، خلصته وكنت تمام. بعت سألت لحضرتك لما لقيت في المحاضرات ان في كورس ايدنتيفيكيشن، فهل برضو ده موجود مسجل كورس وجاهز؟ الايدنتيفيكيشن هنبدا بيه؟ لا لسه هنبدا بيه قريب ان شاء الله. هنعمل كورس البكتيريال ايدنتيفيكيشن، وبعديه كورس السيستميك انفكشن ان شاء الله باذن تمام الله. تمام جزاك الله خير يا دكتور، والله حضرتك امين يعني رتبت لنا حاجات فعلا. كتير امين جدا. وامين. العفو. حاجات دكتور محمد انت يا دكتور ان شاء الله فعلا عن باقي الكورسات. فندم، يا دكتور محمد السلام لحظة يا عليكم. دكتور حسين، لحظة بس نشوف الدكتورة كانت بتسأل على ايه. ايوه دكتور، حضرتك هتعلن قريب عن الكورسات ولا هي هتبقى برضو؟ أي كورس يا جماعة بننزله، ما تخافوش، الإعلانات هتلاقوها في كل حتة، هتوصل لكم تمام أكيد. ان شاء الله. واللي عاوز يعني مثلا يحط نفسه على الويتنج، أو عشان ما يفوتوش الإعلان، خايف يفوتوا الإعلان أو كده، تواصل مع خدمة العملاء على الواتساب. هتلاقوا، احط لكم برضو اللينك بتاعها دلوقتي، بس قولوا لهم بس لما ينزل الاعلان ابعتوا لي، إن هيبعتوا لك. شاء الله. يا في دكتور سؤال عن محمد، في كورس كامل؟ لحظة بس يا دكتور حسين، نخلص قصة الكورسات دي وانا هبقى مع حضرتك. هل في كورس، سؤال، هل في كورس كامل مسجل غير مضادات حيوية تشخيص السائل المنوي؟ او في كورس البيزكس اوف مايكروبيولوجي برضه موجود مسجل، وفي كورس كان معمول من زمان بس ان شاء الله نجدده، كان بتاع الكونتنت بتاع الام ال اس بتاع المايكروبيولوجي، الناس اللي بتاخد بورد امريكي، لكن الكورس ده قديم موجود يعني، فانا مش حابب ان انا انشره دلوقتي يعني، لانه كان متسجل من زمان. لكن اللي عاوزه ممكن برضه يتواصل مع خدمة العملاء، والموضوع سهل يعني إن شاء الله، لو حد مضطر يعني يدخل الامتحان ولا حاجة. اتفضل يا دكتور حسين. مساء كان في سؤال على الاف ار سي باث، الزمالة البريطانية، هل ممكن الكورس الام ال اس يكون مفيد؟ بصوا يا جماعة، هي الزمالات دي مش قصة كوريكولم اكتر منها قصة اكسبيرينس، وان انت يكون عندك العلم نفسه بتاع الحاجة اللي انت بتمتحن فيها، فهينفعك فيها كل حاجة، بتطورك علميا. والحمد لله احنا الكورسات اللي احنا شغالين فيها هي ماشية في الاتجاه ده، مش في سكة ان انا احفظك كتاب او ان انا اديك معلومة نظرية بعيدة عن الشغل. احنا كل حاجاتنا شغل، واللي هي الزمالات والحاجات دي دلوقتي بقت كلها في هذا الاتجاه، ان هو بيعرف انت راجل بتشتغل صح ولا لا. لكن لو هنقول ايه اكتر كورس ممكن ينفعك في حاجه زي الزماله البريطانيه او كده، او حتى ام ال اس اس سي بي، الكورس بتاع سيستميك انفكشنز وكورس الانتيبيوتكس. واكتر حاجه هتنفعك في الشغل على الاطلاق هي كورس الانتيبيوتكس، ثم كورس السيستميك انفكشنز، ثم كورس البكتيريال ايدنتيفيكيشن، وكلهم مهمين، ولكن هم بالترتيب ده. ومفيش يا جماعه علاقه ما بين الكورسات دي في قصه الترتيب، يعني انت ينفع تاخد الانتيبيوتكس الاول عادي، مش لازم اخد بكتيريا ايدنتيفيكيشن الاول. يعني في ناس كانت بتبعت يقول لك انا عايز اخد البكتيريا ايدنتيفيكيشن الاول، مش هاخد انتيبيوتكس في الوقت. انت بتضيع وقتك، يعني انت بتضيع وقتك وخلاص، انت هتصبر لما تخلص الكورسات دي وبعدين تاخد الانتيبيوتكس،
طب ما تستغل الوقت في ان انت تاخد الانتيبيوتكس لسه بدري على ما نجهز كورس ونبدا فيه بتاع، كنت زمان خلصت الانتيبيوتكس. فالنصيحه اللي موجود خده، والناس اللي بتسال عن انتيبيوتكس دلوقتي يقول لك مثلا كورس مسجل ومقلق من الحته دي، احنا بنقول للناس اللي هتاخد اي كورس مسجل ان هنضيفهم بعد كده في الكورسات اللايف مجانا. بعد كده لما نفتح كورس لايف بتاع انتيبيوتكس هنضيفك فيه مجانا، بتاع انتيبيوتكس على نفس الحاجه اللي انت مشترك فيها، علشان ما تقلقوش النقاشات والديسكشن. وانت ساعتها لما هتخش هتبقى مذاكر ومخلص، وهتبقى الامور معاك سهله جدا. كورس البكتيريا ايدنتيفيكيشن ممكن نبدأ فيه مثلا بعد 3 أسابيع أو شهر إن شاء الله بإذن الله. في سؤال، هل ممكن يكون في سبيوتم كلتشر فانجل انفكشن؟ صعب، ومصلي هتكون كونتامينيشن. دكتورة صفاء بتقول أنا حضرته مسجل، أظن ده الأنتيبيوتكس، وكان اكثر من رائع وشامل لكل التساؤلات اللي بتخطر على البال. هو فعلا انتوا ان شاء الله مش هتحتاجوا ان انتوا تسالوا باذن الله، لانه يعني كل الاسئله اللي ممكن تخطر على حد، على دماغ حد بيذاكر او بيشتغل، احنا بنجاوب عليها. هيبقى فاضل الاكتيفيتيز، ان انتوا تبعتوا الاكتيفيتيز المطلوبه زي الناس ما كانت بتبعت، حتى الناس اللي حاضره الكورس لايف كانت بتبعت برضه على الخاص، فانتوا تبعتوا الاكتيفيتيز دي على الخاص لحد مشروع التخرج. الكورس في الاخر في جراديويشن بروجكت مطلوب ان انتوا تعملوه، برضه هتبعتوه على الخاص، فمش فارقه. انا مش انا مش مش شايف فايده ان احنا نضيع وقت. سؤال، امتى نطلع الكانديدا انها باثوجينيك؟ الكانديدا يا جماعه في العينات النون استرايل تعتبر كونتامننت انتل بروفد اذروايز، وفي العينات الاسترايل زي البلاد والبادي فلويدز تعتبر باثوجينيك انتل بروفد اذروايز. طبعا دي قاعده عامه، ولكل قاعده شواذ، والشواذ محتاجه ايه شويه تفصيل. يعني مثلا ان البيشنت يكون اميونو كومبرومايزد، لونج ستاي هوسبيتال، لونج ستاي بياخد بياخد بتاع ده حاجه مثلا كيموثيرابي، مش عارف اتش اي في بيشنت، الناس اللي هم اميونو كومبرومايزد دول بانواعهم، اولد ايج كده. يعني حتى الاورال تراكت انفكشن بالكانديدا، الكانديدوريا دي الحاجات الظريفه اللي ممكن نبقى نتكلم فيها بالتفصيل ان شاء الله، او الكانديديميا والحاجات، بس كان الموضوع دي فيها تطويل. انا كنت قبل كده قلت لكم حكايه مشكله التعلم بطريقه الاسئله، ان انا لو جاوبت اجابه مختصره ممكن تكون الاجابه مش صح قوي، فمضطر ان انا افصل. فلكن عموما اجمالا كده، الكانديدا في النون استرايل سامبلز زي اليورين والسبيوتم تعتبر نون باثوجينيك الى ان يثبت العكس، وفي الدم وفي البادي فلويدز والحاجات دي تعتبر باثوجينيك الى ان يثبت العكس برضه. اللينك بتاع الواتساب انا هبعت له، احط لكم اللينك بتاع الواتساب دلوقتي. فين احط لكم في الشات اهو، عشان خاطر ايه اللي بيسال على لينكات الكورسات المسجله والحاجات دي. انتوا وصلوا مع الواتساب على خدمة العملاء، هم يساعدوكم في الوصول لأي حاجة إن شاء الله. في أسئلة تانية يا جماعة؟